السلام عليكم ورحمة الله. كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ شو عاملين؟ إن شاء الله بخير. محمد مناف The Five O Coach. الكاميرا معوجة، طالع أنا قاعد على جنب. سؤال المليون دولار يا جماعة. كتير 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 شباب، وأنا بعتذر من اللي ما جاوبتهم، لأنه والله السؤال يعني يمكن أجا كتير بشكل مو طبيعي. بعد ما حطيت الفيديو أنه أنا رايح أعمل عملية وطلعت من العملية إلى آخره، شباب كتير تواصلوا معاي يلي صاير عندهم نفس المشكلة، تمام؟ يلي صاير عندهم تمزق بالصدر وخايفين ما يعملوا العملية، وبدهم يشوفوا يا ترى هل العملية رح ترجع لهم شكل الصدر مثل ما كان قبل ولا لا، تمام؟ يا جماعة، شكل الصدر والله أعلم، والله أعلم يمكن صعب يرجع مثل قبل، تمام؟ لأنه أنا شفت محترفين كتير، منهم توني فريمان ومنهم غيره، ناس كتيرة شكل صدرهم ما رجع مثل الشكل الأول، بداية قبل العملية، تمام؟ الشكل الطبيعي، أوكي؟ ليش؟ لأكثر من عامل. هلا بدي أشرح بالضبط ليش شكل الصدر صعب يرجع، أو بالأحرى إذا بده يرجع شو لازم تعمل، تمام؟ ولكن بعرف أغلب الناس مستنية بدها تشوف الشكل بعد العملية، فما بدي طول الفيديو عليكم كتير. إن شاء الله يكون واضح هون. طيب اوكي جماعة، اتوقع انه هيك مبين صار. اوكي ليك، هذا الصدر النظامي، شايف؟ هذا يلي ما فيه عملية. شوف هون شو سميك صاير راوند اند فول وكل شيء وحلو. اوكي، هذا الشكل يلي صار، هذا الجنب يلي صار فيه العملية. شوف هون المحل كيف صار فيه فضاوة، مانا مثل الشكل هون. اوكي، مبين عليك يمكن، صح؟ تمام. كمان حتبين هون يوم تشد صدرك بهالطرف ويوم تشب بهالطرف حيطلع في فرق بين الاثنين. اوكي، خليني اروح لهنيك، ما بعرف اذا هون مبين مزبوط ولا لا، بس رح اروح لهنيك anyway، يمكن هنيك يكون اوضح. المهم يا جماعة، الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل، مالي زعلان. يمكن الموضوع يكون ابشع عن هيك بكتير، ولكن صار اللي صار. اوكي، وهل الموضوع عم يصير مع محترفين؟ الحمد لله مش معاي بس، فيلي صار صار. المهم اوكي، هون يمكن يكون اوضح شوي، تمام؟ شايف كيف هذا الطرف نايس اند فول كامل، هذا الطرف عامل هيك يعني مجمع على بعضه، مدري كيف، مع انه انا ما عملوه من الدكتور ابدا، بالعكس الدكاترة اللي عملوا لي عملية كتر خيرهم، اشتغلوا شغل كتير حلو وطلع الشكل على فكرة أحسن من قبل العملية بكتير، تمام؟ ولكن الدكتور له قدرة معينة، يعني حيقدر يرجع لك الشكل لمستوى معين. طيب هلا خلينا نحكي إنه ليش شكل الصدر ما رجع مثل قبل بشكل عام، تمام؟ بدي ألبس أول شيء لأنه قاعد تحت المكيف. لحظة، تابع هالموضوع لأنه كتير كتير مهم. هلا رح تفهم وين بيصير التمزق ويا ترى رح يرجع ولا لا. اوكي اوكي، المهم يا جماعة، في شغلة، عضلة الصدر هاي اللي هون، هذا الجزء من عضلة الصدر اسمه بيكتوراليس، اتوقع باللغة اليونانية يعني العضلة ذات الخمسة رؤوس، تمام؟ يعني إلى خمس رؤوس. بتطلع مثلا انت يوم تفتح الفيديو، سوري، بتفتح جوجل تكتب بالاناتومي بيكتوراليس، بيطلع لك شكل الصدر، بيطلع لك انه فيه خمس الياف عضلية كبيرة، خمس مجموعات من الالياف العضلية الكبيرة. هالخمسة كلياتهم بيجوا اخر الشيء بيلفوا على بعض. هل المجموعة هاي من الالياف بتتحول لشيء اسمه تندن، الرباط. اوكي، الرباط هذا بفوت بعظم الكتف وسبحان الله بيعلق بشكل بيرفكت. اوكي، هي اساسا هي وقت اللي نحن بتكون مخلوقين، ما عندنا مشاكل، ما عندنا شيء، هيك بيكون شكل الجسم، تمام؟ ولكن بس يصير التمزق شو يلي بيصير؟ اول شيء في تمزق كبير وفي تمزق بسموه ماينر تير وفي ميجر تير. ميجر تير يعني هو اللي التمزق الكبير يلي بيكون اكثر من 50% من حجم العضله تمزق، هذا يلي محتاج عمليه. ماينر تير يلي هو بيكون عباره عن مثلا هي الالياف، اوكي، جزء بسيط من الالياف تمزق، هي بتريح بس وبتاخذ مضادات التهاب الى اخره، ترجع هالالياف هي بتلتحم،
ترجع لبعضها. تمام. الميجر تير اللي اكبر من 50% هالالياف هي تتمزق بشكل كبير ولكن ما عاد ترجع لانه التمزق كبير. اوكي. ما بيبقى غير جزء بسيط من الالياف عالق مع بعض، وباقي العضله هي الجزء اللي متمزق بيصير عمليه اسمها ماسل اتروفي. تمام. العضلات يلي تمزقت لانه ما عاد نستخدمها الجسم بيستهلكها وخلاص بتختفي، ما عاد عندك العضله هي. تمام. وهذا الشيء يلي صار معي لانه طولت يمكن تقريبا سنه لبين ما عملت العمليه، التامين وما تامين وتاخرت الى اخره. اوكي. المهم في شغله ثانيه غير حجم التمزق، كمان هذا موضوع مهم وله علاقه بقديش نسبه التعافي. يا ترى التمزق اللي صار معك صار بالعضله ولا صار بالتندن؟ شو يعني؟ يعني نفس ما حكيت قبل شوي، الاجزاء هاي الخمسه اجزاء هاي الفيكتوراليس مصل، الخمس مجموعات من الالياف العضليه اللي حتتحول لتندن في البدايه هون هي الياف عضليه، بعدين في نهايه الالياف العضليه عندك التندن. اذا المشكله في التندن هاي مشكله حل اسهل، لانه التندن جزء قوي كتير وممكن يرجع يربط التندن بالعظم. اوكي. يعني اذا التمزق صار بين التندن وبين العظم هذا الموضوع اسهل انه يتصلح. اما اذا المشكله صايره بين العضله والتندن نفسه فهذا الموضوع اللي صعب. ليش؟ لانه التندن نفس ما حكيت جزء قوي ولكن العضله نفسها جزء هش جدا. يعني بدك تتخيل كانه عم تربط صدر دجاج. اوكي. صدرين دجاج، تخيل انه عم تربطهم بحبله وسحبت الصدرين عن بعض، الحبله موجوده ولكن الصدر نفسه هش. اوكي. يعني حيفلتوا عن بعض. هي طبيعه العضلات. فانت ان شاء الله ان شاء الله الشباب اللي عندهم هالتمزق هذا وسالوني عن هالسؤال ان شاء الله يكون التمزق في التندن نفسه ما يكون في العضله نفسها. تمام. فلذلك يا جماعه يعني انا مجرد كابتن صارت معي التمزق هذا، صارت معي الحاله هي وعم جاوب على اساس الخبره اللي 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 صارت عندي بعد ما صار معي هالامر واللي رحت على المشافي وسالت دكاتره كثير. اوكي. ولكن ما في مجال انك تعرف بشكل دقيق الا ما تروح عند دكتور يكشف عليك يفحصك ويعمل شيء اسمه MRI. اوكي. رنين مغناطيسي. بدون MRI ما راح تعرف، لانه حتى السكان العادي ولا الالترا ساوند ولا هالامور ما راح تكشف لك. اوكي. راح تورجي الدكتور انه في تمزق بالعضله ولا ما في، ولكن ما راح تورجيه حجم التمزق وما راح تورجيه انه يا ترى في التندن والعضله. اوكي. بدك تروح على دكتور، بدك تختار دكتور، وهذا موضوع يعني حساس جدا، بدك تختار دكتور يفهم انه انت لاعب رياضي وشكل الصدر عندك يعني بيأثر كتير. تمام. لانه الدكاترة بالنهاية يعني بالنسبة لهم هاي وظيفة، هاي بزنس، وشغلته انه يرجع الصدر لفانكشن معين، لوظيفة معينة. اوكي. يعني على سبيل المثال عضلات الصدر مسؤولة عن هالحركات هاي. اوكي. هو بده يضمن لك انه تطلع من المشفى جسمك عم يتحرك بهالاسلوب هذا، بس هذا اللي بيضمن لك اياه. اوكي. ولكن هو ما له خص انه شكل صدرك رجع مثل اول، بدك تتمرن حديد شكل صار حلو مو حلو، هالامور ما بتهمه. فلذلك يوم بدك تعمل العمليه بدك تروح لعند دكتور يستوعب انه انت شكل الصدر بالنسبه لك مهم جدا، وبده يحاول قدر الامكان يعني يرجع شكل الصدر قدر الامكان بما بيقدر عليه للشكل اللي كان عليه اول قبل العمليه. تمام. قبل الاصابه. اوكي يا جماعه. بالنهاية أنا شو نوع العملية اللي عملتها بسموها أنكر. أوكي. أنكر شو يعني؟ أنكر يعني هي مثل الأنكر اللي بيرموها بالبحر السفن اللي عشان تعلق. فليش هو مسمينا هيك؟ لأنه شكلها نفس الشيء، هيك شكلها مثل يعني حديدة وإلا في النهاية هيك عكفة. تمام. فاللي بيصير اللي أنا عملوا لي إياه إنه بيحفروا العظم، ثلاث محلات بنحفر العظم وبيفوت الأنكر جوا العظم، بيربط أول شيء بعدين بيفوت جوا العظم عشان ما يطلع. اوكي. وقت اللي يربط العظم بالعضلات فسبحان الله الجسم قادر على انه بالايام بالسنين بيرجع بعيد تصليح حاله. اوكي. يعني بيحط العضله على شيء اسمه الفوت برينت، يعني على محل ما اساسا هي لازم تكون العضله موجوده اساسا، وبالايام سبحان الله الجسم بيعيد تصليح حاله. وممكن هي كمان جزء مهم، ممكن في الايام ترجع بعد ما انت تعمل عمليه
بعد ما تتمرن ويرجع جسمك يبني العضلات اللي تمزقت المصل اتروفي، ممكن هاي سمعتها من شخصين صار انه ممكن ترجع تعيد العملية بشكل افضل لانه صار عندك حجم العضلة اكبر وممكن يغطي، يعني ممكن يساعد الدكتور بانه يعيد العملية بشكل انجح. تمام يا جماعة؟ ما بدي طول الفيديو اكتر عن هيك، بتوقع اني غطيت كل شيء بالموضوع. مشكورين على المتابعة ومعافين ان شاء الله. اللي عندهم اصابة روح شيك على دكتور، ما تخاف كتير، الموضوع شوي مزعج ولكن ان شاء الله ان شاء الله محلولة. يلا بالتوفيق.